تعالوا بقى نروح نعرف ايه الاخبار وايه المستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه ساره حامد. ساره موجوده حاليا في النادي الاهلي في الجزيره وهتعرفنا كل المستجدات. صباح الفل عليك يا ساره، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي في بدايه الاسبوع. يمكن زي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا احنا متواجدين داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم يعني ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن خليني ابتدي معاكم كمان باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن مستر مارسيل كولر يا كريم يا هواند قرر يعني بعد مباراه طلائع الجيش المباراة الماضية انه الفريق يواصل التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش في الفترة الصباحية. وبالفعل الفريق كان متواجد امبارح في المران في الفترة الصباحية، ولكن قبل انطلاق المران يعني قرر مستر مارسيل كولر انه يعقد محاضرة مطولة بالفيديو مع جميع لاعبي النادي الاهلي للحديث في كافة الجوانب الخططية وكمان الفنية طبعا للمباريات القادمة ان شاء الله والمواجهات اللي هيواجهها النادي الاهلي الفترة المقبلة. ويمكن كمان بعد المحاضرة او عقب المحاضرة يعني جميع لاعبي النادي الاهلي خاضوا فقره بدنيه قويه قبل التدريبات بالكره، ويمكن حرص فيها كمان الجهاز الفني ان هو يطبق او يعني حرص على تطبيق الجانب الفني في التدريبات البدنيه دي. وبعد كده يعني جميع لاعبي النادي الاهلي اللي شاركوا في مباراه طلائع الجيش يعني ادوا بعض التدريبات الاستشفائيه، ولكن باقي لاعبي النادي الاهلي اللي يعني سواء يعني البدلاء او اللي ما شاركوش في المباراه ادوا التدريبات بشكل طبيعي، تدريبات قويه يعني تحت قياده مستر مارسيل كولر. وكمان رباعي النادي الاهلي رباعي الحراس المرمى سواء محمد الشناوي علي لطفي وحمزه علاء ومصطفى شوبير ادوا تدريباتهم بشكل طبيعي تحت اشراف مدرب حراس المرمى مستر ميشيل يانكن. النهارده ان شاء الله يعني مستر مارسيل كولر قرر انه جميع لاعبي النادي الاهلي يعني ياخدوا راحه سلبيه من التدريبات لمده 24 ساعه، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله اللي هتكون امام نادي غزل المحله يوم الاربعاء المقبل، واللي هتقام في تمام الساعه 5 مساء، ودي هتكون يعني في الجوله السادسه او الاسبوع السادس من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان خليني اقول لكم ان امبارح يعني المران شهد ظهور النجم التونسي ولاعب النادي الاهلي علي معلول بعد يعني ما وصل للقاهره مؤخرا، وانتهى بعد انتهاء كمان مشوار المنتخب التونسي في دور المجموعات من بطوله كاس العالم لكره القدم 2022. ولكن يعني علي معلول قبل ما يشارك في التدريبات الجماعيه كريم ونهواند يعني ادى بعض الفحوصات الطبيه وكمان البدنيه للاطمئنان على حاله اللاعب قبل ما يشارك في التدريبات الجماعية. وكمان امبارح يعني شفنا في المران ظهور مدافع النادي الاهلي عفوا علي او محمود متولي. محمود متولي يمكن بعد ما تعافى يعني من الاصابه بشكل طبيعي وبصوره يعني كامله شارك في التدريبات الجماعيه. وكمان اكد الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق انه انهى البرنامج التاهيلي والبدني اللي كان مخصص ليه للتعافي من الاصابه العضليه اللي تعرض لها مع المنتخب الوطني. يمكن يعني انهى البرنامج التاهيلي بشكل جيد وشارك كمان في التدريبات الجماعيه ونتجهز ان شاء الله يعني جميع المباريات مع النادي الاهلي الفترة القادمة. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اتكلم شويه عن اخبار الفرق النشاط الرياضي او جميع الالعاب الاخرى. والفريق الاول للكره الطايره رجال امبارح يعني فازوا على نادي مصر البترول بثلاث اشواط مقابل لا شيء، ودي كانت الجوله السابعه من بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. والنهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 8 عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه ان شاء الله واللي هتكون امام نادي بتروجيت الساعه 4 يوم الثلاثاء على صاله نادي الشرقيه للدخان. كمان سيدات الطايره النهارده يعني هينهوا تدريباتهم واستعداداتهم وكمان يعني تجهيزاتهم للمباراه القادمه ان شاء الله واللي هتكون بكره امام نادي الزمالك واللي هتقام يعني في تمام الساعه 5 مساء على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي، وهي المباراه يعني الجوله الثانيه والمباراه المؤجله من الجوله الثانيه في بطوله الدوري الممتاز للكره الطايره، واللي يعني اجلها الاتحاد المصري للكره الطايره يعني من يوم 11/11 لبكره ان شاء الله يوم 5 ديسمبر من الشهر الجاري. كمان رجال كرة السلة النهارده عندهم تمرين الساعة 2 وأول مباراة إن شاء الله بعد التوقف الدولي طبعا ومشاركة منتخبنا الوطني
في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2022. يمكن إن شاء الله يعني رجال كرة السلة عندهم أول مباراة بعد التوقف الدولي هتكون يوم 12/12 وهيواجهوا فيها يعني الفائز من مباراة المصرية للاتصالات وسموحة في الدور الثمانية من بطولة كأس مصر. وكمان سيدات كرة السلة النهاردة عندهم تمرين الساعة 7:30 عشان يعني أول مباراة برضو بعد التوقف الدولي هتكون يوم 9/12 من الشهر الجاري وهيواجه فيها النادي الأهلي نادي الشمس في أول مباراة في الدور النهائي من بطولة منطقة القاهرة يعني. والمباراة دي إن شاء الله هتكون الساعة 6 على استاد القاهرة ودي أول مباراة يعني أو أول جولة في بطولة منطقة القاهرة. جدي أنا هواندو يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع الفرق الرياضية. طبعا بتمنى التوفيق لجميع الفرق الرياضية وكمان الفريق الأول لكرة القدم طبعا في مواجهته القادمة مع نادي غزل المحلة. الآن العودة مرة أخرى للاستوديو وطبعا الكلمة ليك يا كريم تفضل. شكرا ليك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سلا حامد على التغطية المتميزة دي كالعادة.